عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التواصل يستمر والانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وبداية انطلاقة شوطنا العاشر الذي خصص للأفكار الحقائق في حضور شعارات أبناء القبائل على أرضية ميدان دستور حدي أفرع وأذرع تحفة ميادين السباقات في دانة الدنيا دبي بمنطقة السهيلي. هكذا هي الأسماء انطلقت، هكذا هي الشعارات اندفعت بحثا عن ناموس هذا الشوط. عز على المركز الأول، عز انطلقت بشعار علي بن ناصر بن علي الزرعي على المركز الأول، يقدم عز في مقدمة كل الأسماء والشعارات. نجود القادمة، نجود أحمد بن حران بن حميد الفلاسي قادما مع نجود شواهين عبد الله بن سعيد بن سلطان الغفيلي القادم على المركز الثالث والمركز الرابع. هذه اللي وصلت، هذه اللي تسللت في هذه اللحظات. الشهبة قادمة، صالح بن محمد بن نصرة العامري يقدم الشهبة القادمة على المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس والقادمة هملولة، محمد بن ساري بن بلوش المزروعي قادما على المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس القادمة نشوة لعمير بن سهيل بن قنزول الشامسي يقدم نشوة على سادس المراكز. سابع الأسماء وصلت ود لراشد بن سالم سعيد بن حلوكة. المركز الثامن هادي ملوح لسعيد بن عبد الله بن سالم السعدي القادم مع ملوح. تابع للمركز التاسع وايد يعقوب بن حمود بن سالم الدرعي القادم في هذه اللحظات. والمركز العاشر حدث لمنصور بن عبد الله بن فايل الزرعي. هكذا هي النتيجة، ندان الأول لهذه الأسماء المنطلقة والحاضرة. نتابع الأسماء القادمة والشعارات المتسللة ولنا عودة مع الصدارة. حدث حدث على المركز الأول، غيرت انطلقت بالصدارة، ذعتها في المركز العاشر ولكنها خطبت المركز الأول. حدث لمنصور بن عبد الله بن فايل الزرعي على المركز الاول، يقدم حدث عوايد عوايد يعقوب بن حمود بن سالم الدرعي قادما مع عوايد على المركز الثاني، ود بن حلوكه على المركز الثالث، المركز الرابع ملوح لسعيد بن عبد الله بن سالم السعدي بن بلوش من الجانب الاخر. في هذه اللحظات يقدم نجوم ولا أروع في هذه الانطلاقات. نتابع الأسماء القادمة بن مروشد حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد قادمين هالين الدشبة يقدمون ثمينة والشوط ثمين، الشوط ثمين لكن عون مع الصدارة. ملوح غيرت السعدي هو السعيد حتى هذه اللحظات، ولكن هل ند الشبة قادمين في هذه اللحظات وهملولة؟ هل الظفرة قادمين؟ محمد بن ساري بن بلوش المزروعي قادم وبن بدر الصايلة 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 سيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي الشاعر قادم والغفيلي قادم وكذلك معشوقة أحمد بن حمد بن سعيد الرشيدي على المركز السادس. ولكن أعود إلى الصدارة ما بين بن مروشد ما بين السعدي، السعدي يقدم ملوحة ولكن بن مروشد هل ند الشبه؟ هل ند الشبه؟ النقطة الثانية لهل ند الشبه؟ شكرا يا المتألق، تهانينا والناموس لحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد على انتزاع ثمينه هذا الشوط. المركز الثاني الصايلة لسيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، المركز الثالث اللي وصلتنا ملوح لسعيد بن عبد الله بن سالم السعدي، والمركز الرابع المركز الرابع حملولة لمحمد بن ساري بن بلوش المزروعي، المركز الخامس
المركز الخامس شواهين لعبد الله بن سعيد بن سلطان الغفيلي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الإبداع في اللحظات الأخيرة. حضروا هالند الشبه وحضرت الهجن مع شعار المتألق تانين وناوس لحمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد على انتزاع ثمينة. هذا الشوط تهانينا والناموس لكل محبين هذا الشعار. سلام ند الشبه، 4:35 من الثانية هو توقيت ثمينة، خاطفة عاشر الأشواط والنقطة الثانية لشعار بن مروشد والمتألق. المركز الثاني 4:36 من الثانية اللي وصلتنا الصايلة لسيب بن حميد بن سيب بن بدر العليلي. والمركز الثالث ملوح لسعيد بن عبد الله بن سالم السعدي على المركز الثالث، توقيتها الزمني 4:36 3:00 من